صوت فرح من تحت ركام الحرب يمكن أن يصدر لحن حياة، صوت لطالما ظل يترقبه كثيرون في مدينة كتعز. منذ 3 سنوات تحاول الخروج بكل الأساليب من رائحة الباروت والدم، وهذه المرة عبر معرض تشكيلي أطلق عليه نزيف الألوان. اليوم أوصلنا رسالة أن تعز مدينة للحياة. اليوم عندما نفتتح أول معرض للفنون التشكيلية كسلطة محلية كمكتب ثقافة في ظل الحرب والحصار لكوكبة كبيرة من نجوم تعز، نحن نبعث رسالة عن تعز التي تنتمي للحياة ولا تنتمي للموت، وهي رسالة أيضا ضد ميليشيا القتل والانقلاب الحوثية. هنا على سبيل المثال فريق من فناني المدينة يباشرون رسمهم الذي يعتبرونه شكلا آخر من أشكال المقاومة بالفرشاة واللون. هذا المعرض أول مرة يقام معرض للفن التشكيلي في تعز الثقافة، وكمان أول مشاركة لي بالمعرض كونه ما يحصلش معارض كثيرة في تعز، وشاركنا بعدة لوحات مختلفة الخامات. لوحات فنية ورسومات تشكيلية توزعت على جدران هذا المعرض التشكيلي الأول كشاهد على واقع الحرب الذي خلفته الميليشيات الإنقلابية على المدينة. هنا وفي هذه الجهة لوحات وصور أخرى امتلأت بألوان الحياة التي يطمحون من خلالها في تسجيل ما يمكن توظيفه من تفاصيل مدينة وسكان أنهكتهم ظروف الحرب والحصار. نشارك اليوم بأول معرض لنا في تعز في جامعة تعز، كيف أعدنا الحياة إلى تعز؟ معرض حي يحاول تخليد مدينة حاولت الحرب قتلها ففشلت، حيث يحرص هؤلاء التشكيليون على وضع صور لزملائهم ممن استشهدوا وكانوا برفقتهم يوما ما، كالرسام مشتاق العماري الذي رحل وظلت أعماله حاضرة هنا. رغم الحرب، رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها المدينة، إلا أننا نخلق الفن من رحم عقيم، نصنع من المساحات البيضاء عالما يدب بالألوان. اليوم كانت مشاركتي في المعرض لرسم حي للشهيدة ريهام، المرأة التي علمتنا الشجاعة، المرأة الملهمة العظيمة، ولأن الفن ذاكرة الشعوب، نحن هنا نخلد الأوفياء والعظماء. يعد هذا المعرض التشكيلي الذي يقيمه مكتب الثقافة وطلاب قسم الفنون الجميلة بجامعة تعز ومجلس شباب الثورة أول معرض منذ اندلاع الحرب على محافظة تعز، لتخلق الألوان مذاقا آخر للحياة ولو في ظل الحرب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.